الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأنه الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، المدبر لجميع الأمور، الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي يجب أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا ينكر. الإيمان بانفراده بالألوهية التي بني عليها الإسلام في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. هذه العقيدة في الألوهية يجب على الأمة الإسلامية أن يتفقوا عليها، وأن يبحثوا في جميع أقطار الدنيا هل المسلمون حققوا هذه أم لديهم من الشرك ما ينافيها. إن بعض الأمة الإسلامية في بلاد المسلمين تقوم بما ينافي هذه الحقيقة، وهي أن لا إله إلا الله، فعندهم من المشاهد وعبادة غير الله عز وجل والاستعانة بالأموات والاستغاثة بهم ما هو معلوم لمن شاهد أو سمع، وهذا أمر يجب أن تتوحد الأمة على نفيه وإنكاره وبيان الحق في جانبه. ويتضمن الإيمان بالله عز وجل الإيمان بانفراده بما يختص به من الأسماء والصفات، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وله من الأسماء الحسنى والصفات العليا ما هو معلوم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل له في هذه الناحية بالذات واضحة سليمة بينة، ليس فيها قلق وليس فيها نكد، وهي التي سار عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تدبر ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، تجد أنهم في غاية الأدب مع النصوص، لا يتجاوزونها ولا يقصرون عنها، يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات على وجه الحقيقة، وينفون ما نفى الله عن نفسه من الأوصاف على وجه الحقيقة. توحيد الأمة الإسلامية على هذه القاعدة، وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات ونفي ما نفى الله عن نفسه من الصفات، أمر ضروري، لأن هذا يتعلق بالخالق عز وجل، يتعلق بالمعبود. فإذا تفرقت الأمة فيه فهذا يعني أنها تفرقت في معبودها على الجهات المسؤولة عن الأمة الإسلامية أن تحاول توحيد
توحيد الأمة الإسلامية على هذا الأصل حتى لا تتفرق، حتى لا تزيغ. رضي من رضي وسخط من سخط. ولا يمكن أن تتوحد أمة تختلف في معبودها جل وعلا. لذلك لا بد من الاتفاق على ما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بالأسماء والصفات. هل يمكن لأمة أن تتحد وهي تختلف في معبودها، هل هو في السماء أو في الأرض، هل هو بائن من خلقه عال عليه أو هو مختلط بهم في أماكنهم؟ لأن هناك فرق، لأن هناك فرقا عظيما بين من يعتقد أن معبوده جل وعلا فوق كل شيء ومن يعتقد أن معبوده في كل شيء. فلا اتفاق مع هذا الاختلاف. لقد جاء في حديث أبي رزين العقيلي المشهور أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تحدث عن كون الله تبارك وتعالى يضحك قال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. بد أن نتفق على هذه الحقيقة، أي على إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات على وجه الحقيقة بدون أي روغان أو زيغ. قد يقول قائل: إننا لو أثرنا البحث في هذا حصل الاختلاف، ولكننا نقول في الإجابة عن هذا: إنه إذا كان مقصود العالم الوصول إلى الحق فلا يحصل الاختلاف، لا سيما في أمرك هذا. وهذه النية أعني نية الوصول إلى الحق بقطع النظر عمن قال به، هي التي يجب أن تكون سائدة بين العالم الإسلامي. والحق يجب أن يكون مقبولا من أي قائل به، والباطل يجب أن يكون مرفوضا من أي قائل به. لقد قال الله تبارك وتعالى: وإذا عن المشركين ويفعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فقال الله: قل إن الله لا يأمر بشيء. فأنكر ما كان باطلا وسكت عما كان حقا. كذلك يجب على الأمة الإسلامية في هذا الباب وغيره ألا تتنابز بالألقاب، ألا تتنابز بالألقاب التي يقصد بها التشويه، كما يقال أن هؤلاء إنه من الحزب الفلاني أو من الحزب الفلاني أو ما أشبه ذلك. يجب أن تكون الأمة الإسلامية حزبا واحدا، يجب أن يعتصموا بالله جميعا ولا يتفرقوا. الإيمان به يتضمن الرضا بحكمه الكوني والقدري، وأن يعتقد الإنسان أنه حق وأنه حكمة. من ذلك مثلا قضاء الله تبارك وتعالى بأن الخلق ينقسمون إلى مؤمن وكافر، هذا يجب الرضا به. القضاء الشرعي يجب أن نرضى به، نرضى بأن الله حرم هذا وأباح هذا، أوجب هذا ونهى عن هذا، يجب. ومع الرضا به يجب أن نطبقه لنكون أمة واحدة.
بدون تفرق. ومن ذلك أن نتفق على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر امتثالا لأمر الله، حيث قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فيها لو رأيت شخصا لا يصلي مع جماعة مثلا وسكت عنه بقي مخالفا لك وحصل بذلك